أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا. مساء الخير، إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت. أهلا بكم إلى المسائية، ونبدأ بالعناوين مع منير الحافي. مساء الخير في عناوين النشرة. لا هلأ صار انفتحت المشكلة مع الدولة اللبنانية. يعني الادعاء على 13 شخصا بينهم 3 موقوفين بجرم تأليف عصابة مسلحة وخطف الطيارين التركيين. الارهابيين او المجرمين او الخارجين عن القانون هي مسؤولية الدولة اللبنانية ومؤسساتها المعنية. كتلة المستقبل تؤكد ان الامور في لبنان لن تستقيم في ظل استمرار مشاركة حزب الله في الجرائم ضد الشعب السوري. توقيف مرشد الإخوان محمد بديع واتهامه بالقتل. الإخوان يعينون مرشدا مؤقتا يعدون بمتابعة الثورة. أهلا بكم. من يخرج البلاد من دائرة الخطر الأمني الكبير، ومن سينقذها من الممارسات الميليشيوية التي تزداد اتساعا؟ وفي السؤالين أبعاد متصلة بالتفجيرين الإرهابيين في بئر العبد والرويس، وما يجري على الأرض في الضاحية والجنوب والبقاع من أمن ذاتي من شأنه أن يؤسس لخطر إنشاء الجتوات الأمنية والسياسية. والأسئلة القلقة هذه التي ترافق اللبنانيين تردد صداها في اجتماع كتلة المستقبل النيابية التي حملت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مسؤولية التدهور الكبير في الأوضاع الأمنية والسياسية، وذلك بسبب القرار المتهور بالمشاركة في الصراع المسلح الذي تشهده سوريا. وأكدت أن الأوضاع في لبنان لن تستقيم وتعود إلى جادة الصواب طالما استمر حزب الله مشاركا في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري. وإذا كان الهم الأمني هو الهاجس، فإن ما لفت الأنظار في الساعات القليلة الماضية المعايير المزدوجة في منح داتا الاتصالات. فقد تم تسهيل منح داتا الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية في الحوادث والتفجيرات الأخيرة، الأمر الذي ساعدها على تحديد هوية بعض المتورطين وتوقيف مشتبه بهم، في حين كان تسليم الداتا في أحداث سابقة ممنوع تحت شعار احترام خصوصية اللبنانيين. وفيما تتواصل التحقيقات في جريمة تفجير الرويس الإرهابي، ومع تسلم القاضي سامي صادر تقارير الأدلة الجنائية وخبراء المتفجرات، كانت التحقيقات في قضية خطف الطيارين التركيين تدخل في مرحلة الادعاء القضائي. نجاة، وقد أوضح مصدر أمني متابع للقضية أن عملية تعقب الخاطفين مستمرة بهدف تحديد مكان الراهنتين وتوقيفهم. وقد ادعى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم على 13 شخصا بينهم 3 موقوفين بجرم تأليف عصابة مسلحة وخطف الطيارين. في المقابل أعلن أهالي مخطوفي أعزاز أنهم لم يتبلغوا رسميا بهذه الاستنابات وأطلقوا اتهامات بحق شعبة المعلومات. 13 شخصا ادعى عليهم النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم في قضية خطف الطيارين التركيين، وهم محمد علي صالح، نديم سعد زغيب، وحسن جميل صالح موقوفون، نصري حسن حمود، أدهم علي زغيب، حسين محمد صالح، علي جميل صالح، عباس محمد الحاج حسن، عبد الرحمن علي منذر، حياة حسن عوالي، مهدي حسين زغيب، رضا حسن شعيب، وسامي حسن عوالي غير موقوفين. وأسند إلى هؤلاء الاشتراك في خطف الطيارين التركيين بواسطة العنف وتهديدهما بالأسلحة الحربية وحجز حريتهما والتحريض على الخطف والنيل من سلطة الدولة. وقد أحال القاضي كرم الملف على قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي زياد مكنة، الذي استجوب الموقوفين 3 وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم سندا لمواد الادعاء، على أن يحدد موعدا لاستدعاء المدعى عليهم الباقين لاستجوابهم. مصدر أمني متابع للقضية أوضح أن عملية تعقب الخاطفين مستمرة بهدف تحديد مكان الرهينة
السفينتين وتوقيفهم، وأكد أن هناك تنسيقا بين كل الأجهزة الأمنية وتعاون كامل لإنجاز مهمة تحرير الرهينتين في أسرع وقت ممكن. ولفت المصدر إلى أن عمليات الدهم تشمل عددا من المناطق التي يرجح أن يكون الخاطفون لجأوا إليها، إلا أنه لا نتائج حاسمة حتى الآن، وصفا مسألة تحرير الطيارين بالقضية الوطنية بامتياز. هذا الادعاء لم يتبلغه أهالي المخطوفين في أعزاز من أي جهة رسمية كما قالوا، بل سمعوا به عبر وسائل الإعلام. في مقر حملة بدر في بئر العبد بدأ الأهالي بالتجمع للحديث عن المرحلة المقبلة، وأطلقوا الاتهامات باتجاه شعبة المعلومات، معلنين أن الخطوة المقبلة ستكون تجاه الدولة اللبنانية. مش حننتظر حدا، هي نبلش عم نجمع حالنا نحن، ونحن بدنا نتخذ هلا الاجراءات اللازمه بالنسبه لنا، يعني مش حننتظر حدا لانه خلص الموضوع انتهى. هلا هذا حده، يعني هذا حده، اذا حنسكت لهم حيروحوا يمكن ياخذوا الاطفال من البيوت، فما بيمشي الحال. اجراءات شو قصدك باجراءات؟ اجراءاتنا نحن كاهالي، التحركات اللي ممكن بدنا نقوم فيها. يعني رح ترجعوا تجددوا تحركاتكم؟ عم نحكي اعتصامات قدام المقرات التركيه ولا في نوع ثاني من التحرك؟ لا هلا صار انفتحت المشكله مع الدوله اللبنانيه، يعني مع هيدا الفرع اللي هو فرع المعلومات اللي معروف تبعيته للخارج. فنحن هلا هيدا الموضوع انا كل شيء له علاقه بهود الناس، نحن حنبعث الناس والعالم والاهالي يعتصموا قدامهم ويقطعوا طرقات قدامهم ويشتغلوا بشكل سلمي. يعني فجاه قاعدين حضرناه على التيفي، فانا بستغرب من القاضي كلود انه كيف اصدر استنابات قضائيه من دون ما يدعيهم يعني للتحقيقات. بعدين انا مستغرب من هالدوله اللبنانيه اللي صار لها سنه وثلاث اشهر اهالينا مخطوفين باعزاز ما قامت لقيامه وقعدت. انا صرت شك انه نحن اهالينا هن الاتراك الاتراك هن اللبنانيه واهالينا هن الاتراك، لحتى الدوله اللبنانيه ما عم تتحرك، مجرد اثنين تركيين قامت الدنيا وما قعدت. وحمل أهالي المخطوفين مسؤولية خطف الطيارين إلى الدولة التركية التي ميعت قضيات المخطوفين، قائلين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا حاولت شعبة المعلومات اعتقال أي شخص، وهم لن يلتزموا بقرارات الشعبة أو أي قاض يستدعي أحدا منهم إلى التحقيق في قضية المخطوفين التركيين. سفير تركيا لدى لبنان يجول على رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية ويتابع قضية خطف الطيارين التركيين. استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير تركيا لدى لبنان إنان أوزلدز في السراي الحكومي، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية تقوم بكل الإجراءات المناسبة لكشف مصير الطيارين التركيين اللذين خطفا على طريق المطار. وشدد ميقاتي على أهمية بذل السلطات التركية الجهود الأساسية للإفراج عن اللبنانيين المختطفين في أعزاز. السفير التركي زار أيضا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل وبحث معه قضية المخطوفين التركيين، وأكد شربل فصل ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز عن ملف الطيارين التركيين، لافتا إلى أنه يعول على لقائه المرتقب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي سيعقد في أنقرة مع المسؤولين الأتراك الملاجين حل قضية المخطوفين اللبنانيين. من جهته جدد السفير التركي مطالبة بلاده بإعادة الطيارين التركيين سالمين إلى ذويهم وعدم ربط ملفهما مع ملف المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز، خصوصا وأن السلطات التركية تقوم بواجبات المساعدة لإنهاء القضية. وكانت هذه القضية مساء الاثنين محور اتصال مطول بين ميقاتي ووزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو على أن يتوجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى أنقرة للقاء المسؤولين الأتراك المعنيين عندما تتوافر الظروف الملائمة للزيارة عند الجانبين اللبناني والتركي. فيما تتواصل أعمال رفع الأنقاض في الرويس، استمرت التحقيقات في الجريمة، وقد استلم القاضي سامي صادر تقارير الأدلة الجنائية وخبراء المتفجرات. يواصل مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر جمع المعلومات والاستماع إلى الشهود في تفجير الرويس، وقد بدأ بتسلم تقارير الأدلة الجنائية وخبراء المتفجرات. أما على الأرض في موقع التفجير فحركة لا تهدأ، رفع للأنقاض فيما يواصل الأهالي تفقد الأضرار استعدادا لإعادة البناء. إلى ذلك أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه بدءا من التاسعة من مساء الخميس الواقع في 15/8/2013 وبإشراف مباشر من المسؤولين المعنيين في المؤسسة باشر مقدم خدمات توزيع لديها بتصليح الأعطال الناجمة عن الانفجار الذي استهدف المنطقة، حيث قامت بعزل الشبكة المتضررة وإعادة التيار إلى المناطق المجاورة عند منتصف ليل الخميس. وفي
اليوم التالي تم إصلاح المحول ومد شبكة جديدة للتوتر المنخفض. وبدءا من نهار الاثنين 19/8/2013 استأنفت الفرق الفنية تصليح الأعطال في الغرف الكهربائية للمباني المتضررة على أن تستكمل التصليحات خلال اليومين المقبلين. من ناحية أخرى وفي تداعيات للتدابير التي يتخذها حزب الله في الضاحية الجنوبية وعلى مداخلها، فقد سجلت التقارير الأمنية قيام ركاب سيارة رباعية الدفع سوداء اللون بإطلاق النار باتجاه شبان كانوا يقيمون نقطة حراسة وتفتيش على أطراف حي فرحات بالضاحية. وقد أطلقت عناصر الحاجز النار على السيارة ما أدى إلى تحطم زجاجها الخلفي، لكن السيارة أكملت طريقها باتجاه المطار. كتلة المستقبل النيابية حملت السيد حسن نصر الله وحزبه مسؤولية ما وصلت إليه الأمور، ورأت أن الوضع في لبنان لن يستقيم في ظل استمرار حزب الله بالمشاركة في الجرائم ضد الشعب السوري. اجتماع كتلة المستقبل النيابية بدأ بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء انفجار رويس، إذ استنكرت الكتلة الجريمة التي ارتكبتها يد الإرهاب، وطالبت الأجهزة المختصة بتكثيف تحقيقاتها لكشف المجرمين وإنزال أشد العقوبات بهم. الكتلة التي اجتمعت في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة توقفت عند خطاب الأمين العام لحزب الله الأخير، فحملاه وحزبه المسؤولية عن الحال التي وصلتها البلاد. إن إعلان السيد نصر الله ما افترض أنها الحرب على التكفيريين في سوريا كما يدعي هي معركة لم يستشر بها الشعب اللبناني ولا الدولة اللبنانية قبل خوضها، لا مصلحة للبنان واللبنانيين، وكذلك لا مصلحة للمسلمين شيعة وسنة في المشاركة في هذا الصراع المسلح في سوريا إلى جانب النظام أو إلى جانب المعارضين له. إن محاربة الإرهابيين أو المجرمين أو الخارجين عن القانون هي مسؤولية الدولة اللبنانية ومؤسساتها المعنية. الكتلة رأت أن أسلوب افتراء حزب الله تارة لتخوين أكثر من نصف اللبنانيين وطورا لتصوير أن في لبنان تيارا يسميه تكفيري هو محاولة لإعطاء الحزب صلاحية اقتناص المزيد من سيادة الدولة وصلاحياتها. إن الإجراءات الأمنية الميليشياوية التي شرع حزب الله في تنفيذها في منطقة الضاحية الجنوبية وبعض مناطق الجنوب والبقاع بحجة مكافحة الأعمال الإرهابية هي إجراءات مرفوضة ويجب أن تتوقف، لأنها تذكر بتجربة سابقة لاعتماد الأمن الذاتي التي أدت إلى انفصال ديموغرافي بين اللبنانيين. الكتلة تساءلت إلى متى ستظل مسألة تأليف الحكومة عرضة للابتزاز المتمادي المعطل للمؤسسات. إن رسالتنا ونصيحتنا للحزب ومناصريه العودة إلى الرشد والأخلاق الوطنية بالمبادرة إلى الانسحاب فورا من الحرب التي تشن على الشعب السوري، بحيث يكون ذلك هو التمهيد الحقيقي لاستئناف الحوار الوطني الكبير على قواعد الإيمان بالدولة اللبنانية ومرجعيتها. الكتلة ختمت باستنكار جريمة إطلاق الصواريخ على الهرمل بوصفه تعديا سافرا. وكان وفد من كتلة المستقبل النيابية قد زار اليرزي، حيث بحث مع قائد الجيش المهجان قهوجي في التطورات الأمنية الأخيرة، وأعرب الوفد عن تقديره للجهود التي يبذلها الجيش لمكافحة الشبكات الإرهابية وضبط الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية. وكان العماد قهوجي قد عقد اجتماعا مع أركان القيادة وقادة الأجهزة والوحدات الكبرى ووضعهم في صورة التطورات الراهنة، وأعطى توجيهاته وتعليماته لجهة المباشرة فورا بتكثيف الإجراءات الأمنية وتعزيز انتشار القوى العسكرية لضبط الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية. ساهم الإفراج عن داتا الاتصالات في تسريع الكشف عن عدد من الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط لمزيد من الجرائم الإرهابية، إلا أن الأمر أثار سلسلة تساؤلات عن التساهل في موضوع الداتا عندما طال تفجير فريق 8 آذار والإصرار على حجبها عندما كانت التفجيرات تطال قوى 14 آذار. تقرير شرب العبود. غالبا ما كان موضوع داتا الاتصالات يستحوذ على الاهتمام بعد كل تفجير يستهدف منطقة أو شخصية ما في لبنان. في تلك التفجيرات التي كانت تستهدف قوى 14 آذار كان وزير الاتصالات العوني يمتنع عن تسليم الداتا أو يسمح بها بالتقسيط متحججا بحرصه على خصوصية اللبنانيين. فجأة تغير الحال، ضرب الإرهاب منطقة 8 آذار فأفرج الوزير عن الداتا وسقط الحرص. الإفراج عن الداتا اليوم ساهم في كشف عدد كبير من الشبكات الإرهابية، ما يدفع إلى السؤال أما كان من الممكن للنجاح الذي تحقق اليوم أن يتحقق في مرحلة سابقة
ويجنب البلد معظم المآسي التي بلغتها عندما كانت قوى الأمن الداخلي لا سيما شعبة المعلومات تطلب إعطاءها الداتا لرصد وتعقب بعض المجموعات. للأسف التعاطي مع الأجهزة الأمنية أولا بهذه الطريقة، والتعاطي مع الشعب اللبناني بهذه الطريقة، أنه ناس بسمنة وناس بزيت، أنه لما بتكون الاستهداف هو لشخصيات من قوى 14 أدار، وزير الاتصالات لا يساعد بإعطاء حركة الاتصالات للأجهزة الأمنية، أما عندما يكون الاستهداف لمناطق تابعة لفريق 8 أدار، وزير الاتصالات ببطل في عنده خصوصية للشعب اللبناني، ببطل في سرية لحركة الاتصالات، وهذه الحملة اللي بتنشن على شعبة المعلومات وعلى الأجهزة الأمنية، لأنه مع حركة الاتصالات منشوفها أنه بتختفي كليا، لأنه المستهدف هو ناس من 8 أدار. بتصور أنا هذه التفرقة اللي عم يلعب، يعني اللي عم بيحاول فريق بالبلد أنه يعملها، ما بتوصل إلى نتيجة. نحن مع أنه حركة الاتصالات ظل متوفرة مع الأجهزة الأمنية لحماية فريقي 14 و 8 أدار، أما فقط المساعدة على حماية فريق 8 أدار وحجب المعلومات عن فريق 14 أدار، ما بتصور هذا يعني لا إحساس وطني ولا شعور وطني ولا عمل وطني. شعبة المعلومات كانت دائما الهدف، والتركيز كان على منعها من العمل على كشف خيوط وحقائق ما ارتكب من جرائم. يعني بتصور أنا هني كانوا بوقتها عم بيحجزوا عن كل الأجهزة، لأنه الهدف كان حجب المعلومات عن شعبة المعلومات، ولما يضطروا يعطوا بدهم يعطوا طبعا لكل الأجهزة الأمنية. هذا لما عم نحكي بالأجهزة الأمنية الرسمية، أما ما يعطى لغير الأجهزة الأمنية الرسمية فهون ما بعرف، ساعتها بيصير في علامات استفهام، بدك تشوف ساعتها وزارة الاتصالات لمين عم تعطي لغير الأجهزة الأمنية، إذا كانت عم تعطي لغير الأجهزة الأمنية اللبنانية. حتى أمن اللبنانيين أدخلوه في بازارهم السياسي، فالداتا تحجب في تفجير الأشرفية ويفرج عنها عندما دق الخطر باب الضاحية. هي سياسة الكيل بمكيالين التي لا تستثني حتى أرواح اللبنانيين. تتابعونا في النشرة بعد الفاصل. الجلسة العامة إلى تأجيل جديد في ظل جدول الأعمال ذاته. والجيش الحر يستهدف رتلا نظاميا بريف حلب. أهلا بكم من جديد. المسائية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. الادعاء على 13 شخصا بينهم 3 موقوفين بجرم تأليف عصابة مسلحة وخطف الطيارين التركيين. كتلة المستقبل النيابية حملت السيد حسن نصر الله وحزبه مسؤولية ما وصلت إليه الأمور. ازدواجية المعايير في منح داتا الاتصالات تمنح عندما يطال تفجير 8 من أذار، وتحجب عندما يطال 14 من أذار. يصر رئيس مجلس النواب نبيه بري على الدعوة إلى جلسة عامة بجدول الأعمال نفسه للمرة 5 على التوالي، وهذه المرة في 23 من شهر أيلول المقبل، وفي حين غابت قوى 14 من أذار لأسباب دستورية والتيار الوطني الحر لأسباب سياسية. اقتصر الحضور في ساحة النجم على قوى 8 من أذار التي اتهمت قوى 14 من أذار بالتعطيل. تقرير مها ظاهر. إلى 10:30 من صباح يوم الاثنين في 23 أيلول المقبل لدرس وإقرار جدول الأعمال ذاته. فيما لا تزال قوى 14 من أذار على موقفها من عدم تلبية دعوة الرئيس نبيه بري لجلسة عامة لعدم شرعيتها، يصر رئيس المجلس النيابي على الدعوة للمرة 5 على التوالي والتأجيل. حين انعقاد اللجان المختصة تجدهم يتسابقون إلى حضور جلسات اللجان المختصة. المقاطعة صايرة سلاح من أسلحة عند الفريق الآخر، من أسلحة تفريغ الدولة ومؤسساتها من المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتقها. مشاركتنا باجتماعات اللجان وبكثافة دليل على اهتمامنا بمؤسسة مجلس النواب وعدم مقاطعتنا لمجلس النواب، بالتالي نحن موقفنا اليوم هو موقف مبدئي من الاعتداء على الصلاحيات اللي عم يقوم فيها الرئيس بري، صلاحيات رأس الحكومة والحكومة. نحن كان موقفنا دستوري بحت بهالموضوع. يعني غريب، هو طرف بأكثرية تدعي أن أكثرية بمجلس النواب ما بتقدر تأمن النصاب، فوين الأكثرية اللي عم يدعوا أنه هن بيملكوها؟ واضح جدا المشكلة عند حليفهم الأساسي الجنرال عون اللي رافض يحضر لموقف سياسي، هو اللي عنده موقف سياسي، نحن عندنا موقف دستوري.
بغض النظر رئيس بري عطل مجلس النيابي خلال سنة ونص، وهلا عم يعطله من شهرين لأنه عم يرفض البحث بحلول جدية لهالموضوع. 22 نائبا حضروا من قوى الثامن من آذار فقط دون نواب التيار الوطني الحر، الذين بحسب مصادر التيار يرون أنه من الصعوبة بمكان أن تعود الأمور إلى طبيعتها بهذه السهولة ومن دون معالجة سياسية تشريعية تعيد الأمور إلى نصابها. فالملاحظات كثيرة، وأبرزها أن جدول الأعمال خال من القانون الأرثوذكسي الأحق من غيره من المشاريع. وفيما غاب نواب التيار حضر عضو تكتل التغيير والإصلاح أصفان دويهي طارحا ما أسماها مبادرة يدعو فيها الرئيس بري إلى إعلان حال طوارئ نيابية يبقي خلالها المجلس في حال انعقاد ليكون بوابة الحوار للوصول إلى اتفاق الحد الأدنى. موعد بعد آخر، باتت الأمور في المجلس النيابي أقرب إلى مسرحية هزلية في ظل الإصرار على جدول الأعمال نفسه من جهة وعدم تبلور أي حل سياسي من جهة أخرى، لا بل على العكس، فإن الأمور تنذر بمزيد من التأزم في ظل التطورات الأمنية. من أمام المجلس النيابي في ساحة النجمة، مها ظاهر، تلفزيون مستقبل. التقى رئيس الجمهورية ميشيل سليمان عصر اليوم في قصر بعبدة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، وتم استعراض المشاورات والاتصالات الجارية بهدف تأليف الحكومة العتيدة. بعد اللقاء غادر سلام من دون الإدلاء بأي تصريح. هاجم رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه النائب وليد جنبلاط مستذكرا مآسي الحرب الأهلية، كما هاجم عون أيضا طريقة إدارة مجلس النواب. بعشي لازم نكون موجودين، لأنه محل ما بيكون لنا رأي لا نسأل، ومحل بيكون لغيرنا الرأي الأول كمان لا نسأل. فإذا كنا نضل بهالمفهوم هيدا بما يتعلق بالتعيينات، بما يتعلق بالشغل بالمجالس، لشو الذهاب لهونيك حتى نمرق كومبينات العنصرية عن اللي قال الكلمة الشهيرة إنه الموارني جنس عاطل. الموارنة جنس عاطل، مزبوط، هيدا كلام هتلري، هيدا صنف البشرية جنس عاطل جنس مليح وبلش يستأصل بالجنس العاطل. لذلك بدي أذكر ليل وهالكلام بكتيب صغير اسمه لن ننسى، مجزرة معاصر الشوف الجمعة 9 أيلول 1983، بس بحط هيدا برسم شهيب والرئيس، وهودي بيسموا حيلون اشتراكية. الفهم الخاطئ للتصريحات السياسية لبعض الفنانين يشعل جدلا وانقساما واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي. التقرير لسلمان العنداري. جينا نحييكم شعبا وقيادة ونشد ايدينا على ايديكم، انتو السالكين بدروب النور يلي متصدين للعتمة وقوات الظلام. الكلام للسيدة ماجدة الرومي في خلال إطلاق مهرجان صيف البحرين في المنامة. هذه الكلمة أثارت جدلا واسعا بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية. غضب كبير انتشر إلكترونيا عندما وصفت الرومي المتظاهرين بالظلاميين في إشارة إلى المعارضين البحرانيين. المغردون صبوا جام غضبهم على الرومي، فاعتبر أحدهم أنها لم تحترم دم الأبرياء وأنها تمدح القاتل وتذم القتيل، فيما ذهب بعضهم الآخر إلى القول أنها حصلت على الجنسية البحرانية. الرومي نفت منحها الجنسية البحرانية وقررت مقاضاة كل من ألحق بها الضرر معنويا من تشهير وقدح وذم، مشيرة إلى أن لكل شخص حقه في إبداء رأيه، ولكن من دون المس بكرامة ووطنية الآخرين. كما صدر بيان نفي عن حكومة مملكة البحرين. قضية الفنانة ماجدة الرومي برزت بالتزامن مع تداعيات ما أعلنت عنه الفنانة إليسا في خلال حفلتها في وسط بيروت، والتي أثارت جدلا واسعا حيث اقتطع بعضهم استنكارها لتفجير الرويز، وفسر على أنه شماتة بما أصاب أهالي الضاحية من العمل الإرهابي. وحقيقة هي أول مرة، أو بالأحرى ما استنكرت أنا بيني وبين حالي وما تأسفت، لأنه اعتبرت أنه اللي صار معهم عم بيصير معنا، هن أهلنا لبنانيا وإنسانيا،
ونحن كمعاون المفروض منا كل انسان يقاوم ويشتغل ضمن اختصاصه. عشان رضاك خسرت ناس. ووسط هذه الصورة والجدالات المستمرة إلكترونيا وإعلاميا، فإن انقسام اللبنانيين السياسي ينعكس انقساما في فهم كلام الفنانين وتصريحاتهم. صرخة طبية للمطالبة بتأمين سلامة وضمان القطاع الصحي في لبنان مع تكرر الاعتداءات على أقسام الطوارئ خصوصا في الشمال. الاعتداءات المتكررة على المستشفيات والعاملين فيها من أطباء وممرضين وخصوصا في الشمال استدعت دقة ناقوس الخطر من قبل المعنيين لوضع خطة أمنية تضمن سلامة القطاع الصحي. صرخة أطلقها كل من نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان المهندس سليمان هارون ونقيب أطباء لبنان في الشمال الدكتور إلي حبيب بحضور قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد بسام الأيوبي والعميد عامر الحسن عن مخابرات الجيش، وذلك بعدما تخطط الاعتداءات الخط الأحمر. نحن كقطاع صحي ما نتحرك إلا تحت رعاية الدولة اللبنانية بمؤسساتها كاملة بما يختص فينا في وزارة الصحة في الجيش اللبناني وفي قوى الأمن الداخلي. نحن بنطلب من العميد أيوبي إذا أمكن نقاط ثابتة أمام المستشفيات. نحن بدنا نرجع مثل ما كان موجود سابقاً، بدنا جرس إنذار أسوة بالمصارف، بدنا مثل ما قال مسيو ريتشي هيكل ومنشدد عليها، بدنا غرفة عمليات بالتعاون مع وزارة الصحة وبالتعاون مع الصليب الأحمر والمستشفيات. نحن كل إمكانياتنا هي بالتصرف المستشفيات، بالأساس هذا واجبنا أنه نحمي المستشفيات ونحمي كل المواطنين. وتطرق المجتمعون إلى موضوع اللاجئين السوريين إذا اعتبروا أن تدفق المزيد من اللاجئين إلى لبنان يشكل عبئا على القطاعات كافة وخصوصا الطبية منها، وطالبوا بإنشاء صندوق بإشراف دولة لبنانية لتمويل عملية طباباتهم وإدارته من خلال وزارة الصحة اللبنانية. السلطات المصرية توقف مرشد الإخوان محمد بديع وقياديين، ومحكمة استئناف القاهرة تحدد الأحد المقبل أولى جلسات المحاكمة بتهم عدة منها القتل. والحكومة المصرية تدافع عن توقيف المرشد باعتباره ضبط وأحضر بطلب من المحكمة، والإخوان عينوا محمود عزت مرشدا مؤقتا ووعدوا بمواصلة الثورة. أوقف المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع في شقة بمنطقة رابعة العدوية شرق القاهرة ليواجه اتهامات محكمة الاستئناف بالتحريض على قتل المتظاهرين مع خمسة من قيادات الجماعة منهم خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام، وحددت جلسة أولى الأسبوع المقبل لبدء المحاكمة. الحكومة المؤقتة دفعت عن قرار التوقيف باعتباره ضبطا وإحضارا بطلب المحكمة. الدولة المصرية حريصة على عدم اعتقال أي شخصية أيا كان موقفها السياسي، وما يجري هو طبقا لقرارات النيابة العامة تطلبت بالضرورة ضبط وإحضار. إنما احنا ضد الاعتقال السياسي في هذه المرحلة لأي من السياسيين حتى الخصوم المباشرين، وآمل أن الجميع يجد العدالة ومتأكد أنه سوف يجد العدالة في رحاب المحاكم المصرية. كما دان المرشح الرئاسي السابق عمر موسى الإرهاب. وأنا كمواطن وأنت كمواطن والكل هنا كمواطنين لا يمكن بصرف النظر مين بيقوم بهذا أن تتعرض مصر للإرهاب أو تهدد بمصير أفغانستان، هذا كلام مرفوض منا كمواطنين لا يمكن أن نقبله أبدا. الإخوان قللوا من أهمية توقيف بديع باعتباره فردا من أفراد الإخوان، وعينوا مرشدا مؤقتا هو محمود عزت، وهاجموا ما وصفوه بالانقلاب الدموي الغادر متوعدين بمواصلة الثورة. مقاطعة وسائل الإعلام، صحف وقنوات فضائية ومواقع إلكترونية الداعمة للانقلاب والمتسترة على مجازره والتي تحرض على الكراهية وتروج للأكاذيب وتعمل على تضليل الرأي العام. ميدانيا تراجعت التحركات الاحتجاجية في القاهرة والمحافظات في ظل حال الطوارئ وحظر التجوال المسائي، وسرعت الوزارات المعنية إزالة مخلفات الصدمات وبقايا خيم الاعتصامات والسيارات، فيما أعلن الحداد العام على الجنود الذين قتلوا في سيناء وشيعوا في جنازات رسمية.
اشتدت المواجهة في محافظة حلب بين الجيش الحر وقوات النظام، حيث استهدف الثوار إحدى النقاط التابعة للجيش النظامي في ظهرة عبد ربه، فيما واصلت كتائب الأسد دك غالبية المحافظات بشتى أنواع الأسلحة، حاصدة حتى الساعة أكثر من 30 قتيلة. المشهد نفسه يتكرر يوميا في سوريا، وحشية نظام مستبد لا يعرف سوى القتل لغة للتعاطي مع شعبه. فمن العاصمة دمشق مرورا بحمص واللاذقية ودرعا وحلب وصولا إلى حماة ودير الزور وغيرها، محافظات تنزف من شدة القصف الهمجي لكنها تأبى الاستسلام لنظام لا يعرف الرحمة. القصف بالمدفعية الثقيلة تواصل على أحياء برزة وجوبر ومخيم اليرموك في العاصمة دمشق، كما سقطت بضع قذائف هون وسط ساحة العباسيين، فيما انهمرت راجمات الصواريخ على مدن دارية ومعظمية الشام والزبداني وعلى عدة مناطق بالغوطة الشرقية، بالتزامن مع اشتباكات على طريق المتحلق الجنوبي من جهة مدينة زملكة، كما سقطت صواريخ أرض أرض على مدينة السيدة زينب. في هذه الأثناء قصفت المدفعية الثقيلة وقذائف الهون بلدة الدار الكبير في محافظة حمص المحاصرة، فيما استهدفت الصواريخ حي طريق الباب في حلب، في حين قصف الثوار إحدى نقاط الجيش النظامي في ظهرة عبد ربه وسط اشتباكات عنيفة في حي الصاخور. القصف المكثف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة استهدف كذلك الأحياء المحررة في مدينة دير الزور التي شهدت اشتباكات عنيفة في شارع سينما فؤاد، وإلى الشمال سجلت مواجهات عنيفة بين مسلحين أكراد ومجموعات على صلة بالقاعدة في محافظة الحسكة، ما زاد من النزوح الجماعي للمدنيين إلى العراق. الله أكبر. وفي درعا جنوبا أغار طيران النظام على حي طريق السد وأحياء درعا البلد. الله أكبر. شن الطيران الحربي السوري غارة على صهريج محمل بمادة المازوت في محلة المرصد شرق بلدة عرسال عند الحدود اللبنانية السورية، ما أدى إلى تدميره واحتراقه. الأخوة تجمعنا عنوان مخيم أكاديمي ترفيهي للاجئين الفلسطينيين والسوريين نظمته جمعيات مدنية لتدريب الشباب والأطفال على التواصل اللاعنفي. تقرير منير الربيع. لأن اللجوء يجمعهم، أرادوا تحدي قدرهم وخلق قواسم مشتركة تجمع فيما بينهم غير الشتات. سوريون وفلسطينيون، أطفال وشباب، اجتمعوا في مخيم تحت عنوان الأخوة تجمعنا. حاول نستطلع مساحة التمكن عند الشباب من طرق التفكير في مواجهة الأزمات والتحديات والخروج من حالة اليأس والإحباط. دمجهم ببعض الأنشطة وببعض بحاول أنه يخفف عنهم معاناتهم والضغوط، وممكن أنه يحسسهم أنهم في بيتهم المؤقت عبين ما تنحل قضيتهم ويرجعوا لوطنهم. عنا سبيشال بروجرامز نعملهم بالجمعيه من خلال الاكتيفيتيز اللي بنسويه هون. بيتقبلوا اللبناني، بيتقبل الفلسطيني، والفلسطيني بيتقبل اللبناني، وبيتقبل السوري. بصير في دمج بيناتهم مع بعضهم من خلال الانشطه اللي بنسويهم بالجمعيه. النشاط اللي بنعلمهم اياه هي كيف نتدخل مع الاطفال في وقت الازمات. هذا النشاط بيساعد الاطفال على الترفيه، على تخفيف الضغوط النفسيه اللي هي موجوده عندهم، وبنفس اللحظة بيكسبهم مهارات حياتية من ضمنها القيادة والعمل كفريق والتعاون ومهارة الإصغاء اللي هي مهارة أساسية في الحياة اليومية. المخيم أكاديمي ترفيهي يهدف إلى تمكين الشباب من التواصل وحل النزاعات، ولتحفيز الأطفال والشباب على التجارب المدنية من أجل التواصل اللاعنفي. أنا كتير مبسوطة بهذا النشاط لأنه أنا بنبسط وقت بكون مع أصدقائي مع الروح الرياضية. التعاون والروح الرياضية والعمل كفريق، إنه هول تعلمتهم. إحنا هون عم نعمل نشاطات إنه مشان انه ما نحس اننا بعيدين عن وطننا. انا هون جاي اتعلم النشاط اذا رحت على سوريا على وطني ما انهال، يعني سبب القصف وهذا، مشان ما انهال ابني وطن جديد وتعاون انا ورفقاتي نبني العالم، نشارك حزننا بعضنا وصداقة مع بعضنا ونحب بعضنا. فوق. يقام المخيم بالتنسيق مع البرنامج الفلسطيني بمنظمة اليونيسف وجمعية المساعدات الشعبية النرويجية، مدته أسبوع، ويلقي فيه العديد من الخبراء والمتخصصين محاضرات لتحقيق الهدف المرجو منه. تتابعون في النشرة بعد الفاصل.
اعتصام لعائلات شمالية أمام السفارة الأسترالية في بيروت. وبرشلونة يدفع 30 مليون يورو لتمديد عمل المترو خلال كأس السوبر. أهلا بكم من جديد. عشرات العائلات الشمالية اعتصمت أمام السفارة الأسترالية في بيروت للمطالبة بإعادة أبنائها أو إدخالهم إلى أستراليا بعدما هاجروا بصورة غير شرعية ووضعوا بمخيمات لا تتوافر فيها أدنى مقومات الحياة. نحو 18 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى أستراليا لاسيما جزيرة كريسمس منذ مطلع العام 2013. من بين هؤلاء عشرات اللبنانيين دفعتهم الظروف الحالية الصعبة إلى البحث عن مكان أفضل. انطلق اللبنانيون كغيرهم من المهاجرين غير الشرعيين في رحلة طويلة كانت آخر أيامها على متن زورق وفي ظروف بحرية سيئة، إلى أن وصلوا إلى جزيرة كريسمس حيث يمكثون في مخيمات لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة. من المعلوم أن أستراليا تستقبل الكثيرين من طالبي اللجوء، لكن حظ هؤلاء اللبنانيين اصطدم بالسياسة على أبواب الانتخابات فيها، واتخذ قرار بطردهم من أستراليا وترحيلهم إلى غينيا الجديدة، ما دفع بأهليهم هنا في لبنان إلى الاعتصام أمام السفارة الأسترالية مطالبين إما بإدخالهم إلى أستراليا أو إعادتهم إلى لبنان. نحن أولادنا راحوا بالبحر 36 ساعة هني بالمي، يعني ماتوا ورجعوا عيشوا. الله بعد 15 يوم لحتى حكوا معنا، يعني ما بقى معنا قلب، ما بقى معنا قلب، ما بقى ما لا لا اكل ولا شرب ولا عيش ولا شيء ابدا ببيوتنا. عرفتي جاي من اخر عكار، هن بيطلعوا هنيك 30 40 شاب، بدنا اياهم يطلوا في الدوله الاستراليه، تفوت لنا اياهم على استراليا. نحن بنطلب هلا جايين لهون تنطلب من الدوله الاستراليه ومن السفير الاسترالي وبنطلب من فخامه رئيس الجمهوريه يهتم لنا بهالموضوع، يا اما يدخلوا هالشباب يعاملون كانسان على دوله استراليا، يعني الانسان يعطوه حقه كانسان، يا اما يردون على بلدهم ما يحولون على دوله فقيره، لانه بتعرفي انت الانسان لازم يعيش كانسان. طب مزبوط وزير الخارجيه طلب منهم يرجعوا بس هن ما قبلوا يرجعوا لانه في بعض منهم عليه احكام او في قضايا. 100% الشباب اللي طلعوا انضاف من اي حكم، من اي مشاكل، ما في اي، في سجل عدلي، في دوله، اللي عنده مشاكل طلع من مطار بيروت نظامي 100%. نتامل من الحكومه الاستراليه انه تنظر لوضعهم، يا تحطهم باماكن منيحه ومرتبه يا أنه تبعتنا على لبنان. صحيح أن اللبنانيين غادروا بطريقة شرعية، لكن عودتهم لن تكون سهلة، فلا جوازات سفر لديهم لأنهم تخلوا عنها، والأمن العام سيدقق بكل الأسماء. حاولنا الاتصال بوزارة الخارجية لاستضاح ما يجري لكن ليس من مجيب. التقت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري وفودا طلابية وجامعية، وأكدت أن خلاص العالم العربي هو في الدولة المدنية، وأن الخطاب العابر للحدود هو المبني على الحريات. أكدت النائب بهية الحريري أن لا تنازل عن مشروع بناء الدولة التي تحمي كل الناس وتمنح مساحة الحرية للكل. وخلال لقائها وفدين من جامعة القدس وفريق أساتذة متمردون وطلابا سوريين مشاركين في المخيم الشبابي اللبناني الفلسطيني السابع الذي تنظمه مؤسسة الحريري بالتعاون مع جمعية لاجئ وحلقة التنمية والحوار في دير المخلص، أشارت الحريري إلى أن التطرف لم يكن يوما حلا. خلاص كل العالم العربي شايفينه الدولة المدنية، والدولة المدنية هي اللي بتحمي التنوع. فنحن مصرين على الدولة المدنية اللي تستوعب كل التنوع الديني والثقافي والفكري، لأنه الخطاب الوحيد اللي عابر للحدود هو الخطاب المبني على الحريات، حرية التعبير، حرية المعتقد. الحريري رأت أن الذين تعاطوا العنف خسروا، وأن لغة العقل هي التي يجب أن تسير العالم. استكملت هيئة التنسيق النقابية حملة عريضة المليون توقيع وحطت اليوم في وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث شملت التوقيع موظفي الوزارة والمواطنين الوافدين إليها لإجراء معاملاتهم. وجددت الهيئة تأكيدها أنها لن توقف تحركها، وسيكون هناك تصعيد في أواخر أيلول في حال لم تقر السلسلة، متضمنة ملاحظات الهيئة. نحن عم نقول للمسؤولين وللجان النيابية المشتركة وللجنة الفرعية أنه نحن لن نستقيم، نحن على تواصل دائم مع قواعدنا، نحن عم نحاول نجمع المليون توقيع
لحتى نقول لهم انه من هلا لشهر شهر ونص او وسط ايلول اخر ايلول اذا السلسله مش حتنتهي اخذين بعين الاعتبار كل الملاحظات تبعت هي التنسيق النقابيه ضد التقسيط ضد التجزئه ضد وضع سقف للموازنه ضد الضرائب على ذوي الدخل المحدود معالجه موضوع الفئه الرابعه والخامسه اذا كل هالملاحظات ما اخذ بعين الاعتبار واحيلت السلسله للهيئه العامه نحن رايحين باخر ايلول ننزل على الشارع باسم المليون توقيع مليون لبناني اللي بدهم يعطوا صوره ثانيه عن البلد صوره وحده وطنيه صوره الحفاظ على السلم الاهلي الحفاظ على لبنان اللي نحن بدنا اياه قدرت هيئه التنسيق النقابيه من خلال العريضه ومن خلال تحركها العام الماضي تعطي صوره اخرى عن البلد رغم كل هذا الانقسام السياسي الحاد بالبلد رغم كل الوضع الامني المتفجر. عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريض اجتماعا لنقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت برئاسة نعيم صوايا وذلك بعد الإضراب الذي نفذوه يوم الاثنين. العريض قال المطالب ليست فقط في وزارة الأشغال العامة والنقل والمطالب التي تعني الوزارة نتابعها ونعالجها. أضاف المطالب التي لها علاقة بوزارات وإدارات أخرى سنتابعها ونراجعها يدا بيد مع الوزارات المعنية ومع رئيس حكومة تصريف الأعمال. شب حريق كبير في محل لإصلاح السيارات في منطقة الملة في بيروت وقد عمل فوج إطفاء بيروت على مكافحته وإخماده واقتصرت الأضرار على الماديات. منير نصل الآن إلى الصفحة الرياضية ينضم إلينا صبحي قبلاوي. مساء الخير واهلا بكم الى ابرز الاخبار الرياضيه من تلفزيون مستقبل ونبدا من كره القدم الاوروبيه حيث تتجه الانظار اليوم الى ملعب بي اس في ستاديوم الذي سيكون مسرحا للمباراه الابرز في ذهاب الدوري التمهيدي الثالث لدوري ابطال اوروبا لكره القدم بين ايندهوفن الهولندي صاحب الارض واي سي ميلان الايطالي. الفريق الهولندي سيكون مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه إذا ما أراد التأهل إلى دور المجموعات والمشاركة في أقوى البطولات الأوروبية على الإطلاق في حين سيسعى الفريق الإيطالي جاهدا للفوز من أجل استعادة أمجاده الأوروبية وهو الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 7 مرات آخر مرة كانت عام 2007. وفي أبرز المباريات ضمن الدور نفسها الليلة يستضيف ليون الفرنسي فريق ريال سوسيداد الإسباني. نبقى في فرنسا أيضا حيث أكد المهاجم الكولومبي رادمال فالكاو أنه لا يفكر في الرحيل عن موناكو كما أشيع في الأيام الماضية وأن مستقبله الاحترافي سيكون مع فريقه الحالي الذي ينافس بالدوري الفرنسي. فالكاو أشار على حسابه بموقع تويتر لأنه باق مع الفريق إلى حين انتهاء عقده والذي يمتد ل5 مواسم قائلا كفى توقعات وشائعات وأنا سعيد في موناكو ومستقبلي الاحترافي سيكون هناك. قام نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم بدفع مبلغ 30,000 يورو لبلدية المدينة الكتالونية مقابل تمديد عدد ساعات خدمة المترو لنقل جماهير الفريق بعد انتهاء مباراة إياب كأس السوبر المحلي غدا أمام أتلتيكو مدريد التي ستقام على ملعب فيسندي كالديرون في العاصمة مدريد في ذهاب كأس السوبر على أن يستضيف ملعب كامب نو اللقاء الأربعاء المقبل وهو لقاء الإياب ومع احتمال تأخر وقت المباراة لما بعد الموعد المحدد لانتهاء خدمات المترو قرر النادي التدخل لتسهيل عودة الجماهير إلى منازلهم. يستعد نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم للإعلان هذا الأسبوع عن رقم قياسي لعائدات النادي حسب ما أفادت مجلة كيكر الألمانية الرياضية وأصبح دورتموند ثاني ناد فقط في البوندسليغا يصل لحاجز 250 مليون يورو كعائدات ولم يسبقه لهذا سوى بايرن ميونخ الألماني. وهذا وأوضحت كيكر أيضا أن النادي سيكشف يوم الخميس المقبل عن هذه العائدات التي تحققت في العام المالي 2012-2013. أكد أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالكي أنه لم يعد لديه أي شك
بأن ملعب ساو باولو سيكون جاهزا لاحتضان المباراة الافتتاحية لكأس العالم عام 2014 في البرازيل. وقال فالكي خلال زيارته التفقدية للبرازيل: إنه تقدم لا يصدق، قبل عدة أسابيع كنا قلقين، لكن الآن أستطيع التأكيد أنه سيتم تسليم الملعب خلال الوقت المحدد. قام الغطاس الكولومبي أورلاندو ديوك بغطسة رائعة من طائرة مروحية فوق نهر هاتسون أمام تمثال الحرية، حيث وصلت سرعته أثناء الغطسة إلى 80 كيلو متر في الساعة. نتابع سويا هذه المشاهد الرائعة. مع الأكيد الغطسة الخطرة جدا بنوصل لختام الرياضة وعودة لعندك نجاة. صبحي يعني ما في نشرة إلا فيها كذا 100 مليون بينكبوا فيها، خاصة اللي بتقدمون أنت. أنا بحب الملايين، ما بقدر. ما بتقدر، ما في خبر إلا فيه ملايين. صحيح. يعني غير العائدات تبع الفريق اللي 250 مليون، يعني هالرقم هو خيالي يعتبر؟ لا لا لا، هذا رقم عادي جدا. عم نحكي بألمانيا لأنه يعني الدوري الألماني كتير قوي، ولكن عائداته من يمكن الإعلانات والميديا حول العالم منه قد الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي أو الإيطالي. فبالمانيا هذا رقم كثير عالي، ولكن بدي اذكر انه برشلونه وريال مدريد، يعني بس هيك على سبيل المثال، نهائي التشامبيونز ليج ب 25 ايار 2014 من هلا بلش يبيعوا التيكتس ب 3700 باوند، يعني ارقام عاديه جدا، بس يمكن لنا كلبنانيه اكيد، يعني عدد سكاننا صغار والرياضه عندنا ما فيها كثير استثمارات. راسنا كثير بيحمل هالقد سفوره. الله يعيننا، ولا سفوره ولا ليرات. والآن نصل إلى صفحة الأحوال الجوية. طقس صيفي معتاد عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. لبكرة أربعة الجو العام بلبنان مكمل بين قليل غيوم لغائم جزئيا، مع استقرار بدرجات الحرارة وتكون ضباب محلي للمرتفعات. نسبة رطوبة أدناها 60 أقصاها 80%، اتجاه رياح جنوبية غربية سرعتها بين 10 و25 كيلومتر بالساعة، حال البحر معتدل، ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 30 درجة. أقصى درجات الحرارة متوقعة تصير لبكرة مضاعف رابوس 31 بجبيل، 32 درجة بصيدا وصور، و33 للعاصمة بيروت، 31 بالقرعون، 34 لزحلة، 30 لبيت الدين، 26 بفقرة، و23 بالأرز. درجات الحرارة والجو المتوقع للأيام المقبلة لسواحل بني أربعة وخميس الجو العام رح يكون غائم جزئيا، ودرجات الحرارة بين 32 و33 درجة. انخفاض جمعة وسبت والجو العام رح يتحول صافي لتكون درجات الحرارة بين 29 و30 درجة، أما خلال فترة مسائية مستقرة 24 درجة كحد أقصى. في الختام تذكير بالعناوين. لا هلا صار انفتحت المشكلة مع الدولة اللبنانية. يعني الادعاء على 13 شخصا بينهم 3 موقوفين بجرم تأليف عصابة مسلحة وخطف الطيارين التركيين. إن محاربة الإرهابيين أو المجرمين أو الخارجين عن القانون هي مسؤولية الدولة اللبنانية ومؤسساتها المعنية. المستقبل تؤكد أن الأمور في لبنان لن تستقيم في ظل استمرار مشاركة حزب الله في الجرائم ضد الشعب السوري. توقيف مرشد الإخوان محمد بديع واتهامه بالقتل، الإخوان يعينون مرشدا مؤقتا ويعدون بمتابعة الثورة. في الختام من صبحي ومني نشكر متابعتكم هذه النشرة، نلتقي مجددا في 11:30. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا. أنا لبغدادي أنا الشيخ صالح.